أكد وزير الاقتصاد رائد خوري أن تراجع نسب النمو في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية وغياب الاستثمارات أزمة وستمر، وأن لبنان سيعود كسابق عهده. كلام خوري جاء خلال جلسة اقتصادية في مؤتمر الطاقة الاغترابية المنعقد في بيروت. ندعوكم للمشاركة في الاستثمار في المشاريع اللبنانية، فإننا نفعل ذلك لإيماننا العميق بلبنان واقتصاده. مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات إيدال نبيل عتاني لفت إلى أن الاقتصاد الوطني قاوم رغم كل الظروف، والدليل أن الناتج المحلي القومي كان في العام 2006 21 مليار و600 مليون دولار، ووصلنا اليوم إلى قرابة 50 مليار دولار. نحن كمؤسسة عامة لتشجيع الاستثمارات عندنا استراتيجية كيفية تحويل هذه التحويلات أو اللي عم تتحول فقط إلى ودائع في البنوك إلى أن تكون مشاريع استثمارية. رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير أكد أن الغرف التجارية اللبنانية تعول بالدرجة الأولى على المغتربين اللبنانيين واستثماراتهم في بلدهم الأم. إن غرفة بيروت وجبل لبنان تحضر لإطلاق نادي للأعمال الذي سيشكل منصة للشركات اللبنانية الكبيرة العاملة حول العالم للتعرف على بعضها، وعقد اجتماعاتها والقيام بكل الاتصالات واللقاءات التي تمكنها من تنمية أعمالها في لبنان أو حول العالم. وفي نهاية الجلسة الاقتصادية وقع وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاقتصاد رائد خوري ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير وقعوا خارطة التكامل الاقتصادي بين اللبناني المقيم والمنتشر.